جاهز يا زين؟ انا دايما جاهز يا حربي. ياض ما تبقاش طوعني في كل حاجه كده لحسن الطوبه تيجي في المعطوبه ونروح في خبر كان. اللي ابتدى الطريق لازم يكمله للاخر، مش ده كلامك يا صاحبي؟ كلام يا زين، كلام. يلا بينا. مع حاجة؟ شايل حاجة يعني؟ عفارم عليك. لا حلاوة ايه؟ ده انت ليك الكنافة كلها. انا قفلت. يلا بينا. يلا يا سيد الناس. الليلة بدأت. يلا يا جماعة على الفرح. اجهز يلا. كوتش اطرهم. حصل يا سيدي الناس. وراه. الو قيادة، الو قيادة. بلغ الإشارة. أبو ضايع اتحرك ورا حرب مزين بعربيتين. هاي خليك وراه. بس في عربيتين تانيين طلعوا وراهم. مين اللي في العربيتين دول؟ الدنيا ضلمة ما خدتش بالي. طب خليك وراهم، بلغنا بوقعك أول بأول. تمام يا فندم. خير يا روف. أبو ضايع ابتدى يتحرك يا فندم. يبقى احنا كمان لازم نتحرك. يلا روف. اهلا 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 من البنات الحلوين. برعي استنى انت بره شويه. هلو يا عم تربيه، وحشتني موت يا قمر. انت كمان وحشتيني قوي يا جوافه بالزكاوي. يا دعاء مش هتسلمي على رشوان بيه ولا ايه؟ ازي حضرتك يا رشوان بيه؟ ما شفتكيش من زمان يا دعاء. لا ازاي رشوان بيه؟ دعاء تحت الامر والنظر. مش كده يا دعاء؟ طبعا طبعا يا عزام بيه طبعا. طيب بقول لكم ايه بقى؟ خشوا جهزوا لنا شويه مزه كده عبل السهره ما تسخن. يا سلام يا بابي، ده انت تؤمر فروم ذيس اي تو ذيس اي، يعني من عينيا دي لعينيا دي. يا واد انت اللي بتعملها بره. ايوه عنتر بيه. يوم فين؟ انت فين دلوقتي؟ انا وصلت المخازن دلوقتي ومعايا محمود وعلي. في حاجه؟ انا بس بطمن عليك، اول ما العيال يوصلوا تبقى كلمني وطمني. هيحصل يا عنتر بيه. مع السلامه يا مفيد. مع السلامه. ايوه سعاده الباشا. ها ايه الاخبار؟ لا لسه. طيب اول ما يوصلوا بلغني. ايه يا عدل؟ ايه الاخبار؟ لسه يا باشا لسه. ماشي ادينا مستنيين. وادي احلى مزه لاحلى بهوات في المنطقه العربيه كلها. كرينا يا جواف. الله في ايه؟ انتوا مالكوا كده مكلدمين ومكشرين ليه؟ معلش يا دندن شويه كده، وبعدين هندور المزيكا وهنرقص ونهيص لحد الصبح. بس خدي دعاء واطلعوا فوق دلوقتي وما تنزلوش الا لما ندق لكم. ماشي. يلا بيت يا جماعه. مرضت يا اختي. ايه حكايه الزفه الضلمه اللي احنا فيها دي؟ يا بطل الفلسفه، احنا هنا عبد المأمور اللي يقولوا عليه احنا ننفذه، فاهماني؟ Thank you.
مالك يا زين في ايه؟ في عربيتين قطرنا من ساعة ما خرجنا من المنطقة. ايه؟ دول بيقربوا مننا. طب حاسب حاسب، وسع لهم وسع لهم. باين عليها كده هتحلو على الاخر. جاهزين؟ جاهزين يا باشا. وحشتني يا قاضي اتوي منك لو. عاملين فيها معلمين صح؟ مش انا قلت لك يا قاضي حرب انت وزين ان انا هزفكم لاخرتكم؟ ما سمعتوش كلامي وما صدقتونيش. على فكره زين مش عايزك تقلق على دودي. دودي دي في الحته الحلوه اللي هنا. هتجوزها. فين ياضي الألمونيا اللي معاك؟ ألمونيا ايه؟ المصلحة. الشنطة اللي خدتها من رشوان بيه. بعينك يا بضايع. هتجيب الشنطة يا حبيبي يا تيوي منك لو. هتحضر الفرح انت وحربي وهنعيش كلنا في بيت واحد. مش هتجيب الشنطة؟ هطلع انا ودودي حبيبة قلبي ناخد العزا على قبركم. تصدق يا ياض انت طول عمرك بق ورخيص وجبان. لا يا زين عيب، ما تتكلمش كده عن معلم أبضايا. لا هو صحيح نادله جبان وكل حاجة، لكن مش دي المشكلة. المشكلة في ريحة رجليه اللي تقرف الكلب يا أخي. بستحمى بقى وبطل وساخة. ماشي يا تيوي منك لو. حموهم يا رجالة قبل ما ندفنهم ونخلص عليهم. اقف مكانك وارمي اللي في ايدك. نعم يا أخويا. احنا بليت سالم نفسك وارمي اللي في ايدك. يلا هذا الله يسهل لك من هنا. يلا يلا يلا. يا رئيس يا حرب انت وقبضايا مش ناويين تجيبوها البر؟ انزلوا هاتوهم وحرزوا كل اللي معاهم، واللي يقاوم اتعاملوا معاه بمنتهى الشده. يلا اركبوا اركبوا. اطلع اطلع بسرعه.